يسعد صباحك يا نور. يسعد صباحك. كيفك لليوم؟ تمام. انت كيف؟ تمام الحمد لله. تمام ان شاء الله على طول. ان شاء الله يا رب. يا رب كل ايامكم هيك تكون خير وفرح وبركه ورواء لكل الناس، رغم الضغوطات اللي عم نمر فيها والازمات يمكن الماديه والاقتصاديه. لازم يكون عندنا فسحه امل انه بكره يا رب يكون احلى. هلا عم يأشروا لي الكل بالاستديو وتكون في زيادة رواتب. كله ناطرة إن شاء الله بالأيام المقبلة بيكون في فرج كتير كبير على الناس. نتمنى هالنهار يحملكم الخير والرزق الكتير. محطاتنا عديدة أكيد من دمشق والمحافظات السورية لهم حصة برحلتنا أكيد. وأنا بدوري بدي أصبح على المشاهدين صباح الخير مشاهدينا مشاهدي الأخبارية السورية في حلقة جديدة من برنامج صباحنا غير. إن شاء الله يا رب بهذا اليوم وبهذا الصباح وبالصباحات القادمة دائما الخير يضل مرافقنا بكل حياتنا. أكيد مثل العادة محطاتنا عديدة ومنوعة، رح تكون اجتماعية وثقافية وطبية وأكيد باقة من التقارير بمحافظاتنا السورية. لكن مثل العادة خلونا نروح لفاصل صغير ونرجع نبدأ مشوارنا الصباحي لليوم. أكيد هايدي هلأ بننتقل معك ومع المشاهدين لأهم الأحداث يلي تشكلت بمثل هاليوم بالتقرير التالي. اليوم 9 آب عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كتير من الأحداث. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بعام 1805 زيبلون بايك يبدأ رحلة من سانت لويس لاستكشاف مصب نهر ميسيسيبي. وبعام 1896 الطيران الأخير لرائد الطيران الألماني أوتو ليلينتال الذي نجم عنه سقوطه ثم وفاته في اليوم التالي. بعام 1942 قوات الاستعمار البريطانية في الهند تعتقل مهاتما غاندي بعد إطلاقه المقاومة السلمية للاحتلال. وبعام 1945 الولايات المتحدة تسقط قنبلة ذرية أطلق عليها اسم الرجل البدين على مدينة ناجاساكي أودت بحياة 8000 شخص. ومن الوجوه يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1776 أميديو أفوغادرو عالم فيزياء إيطالي. ومن الشخصيات يلي شهد اليوم على تاريخ وفاته بعام 1969 سيسيل باول عالم فيزياء بريطاني وحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء بعام 1950. وبعام 2008 الشاعر الفلسطيني محمود درويش. الشائع بأنه الأشخاص يلي بيناموا كتير هنن أشخاص كسولين، لكن هل تعلم بأنه النوم لساعات طويلة يعد دليل ومؤشر قوي على أنه الشخص عاطفي وسريع التأثر وذو حس طيب؟ وهل تعلم بأنه مضغ العلكة الخالية من السكر بين الوجبات بتساعد على تخفيف أعراض الحموضة في المعدة؟ وهل تعلم بأنه استبدال السكر بالعسل عن تحلية المشروبات بيساهم بتقوية الجهاز المناعي وبكافح الجراثيم؟ كلنا منقوم بتبليل فرشاة الأسنان بالماء قبل وضع المعجون، لكن هل تعلم بأنه الفرشاة الجافة بتساهم بالتخلص من البلاك وبمعدل 67%؟ أخيراً هل تعلم بأنه تناول الشوكولا يومياً بمعدل قطعتين ممكن يمنع فقر الدم وبيحسن المزاج العام؟ أما هلأ هايدي بننتقل لمادتنا التالية وتحديداً لخان أسعد باشا، حيث أقامت الأمانة السورية للتنمية ورشة لإطلاق الملامح الأولية لخطة صون آلة العود والعزف عليه كونه يعتبر من التراث السوري العريق. خلونا نتابع التفاصيل بالتقرير التالي. العود السوري أهميته من عراقته أكيد، وأنه أكيد قدمه التاريخي سواء كان صناعة ولا عزف. وهي الشيء اللي عم نحكي فيه اليوم هي مسؤولية وراثة الأجيال جيل بعد جيل للحفاظ على هي الآلة وتطويرها وأكيد منع من الاندثار أكيد والتأكيد عليها بالمؤسسات الأكاديمية المعنية بموضوع التعليم الموسيقي. بس أكيد بتختلف الأدوات من فترة لفترة. اليوم كنا عم نحكي بضرورة
إنتاج أعمال آلات العود، حالة التراكم بهذه الأعمال وإنتاجه هو اللي بيوصف أكيد حالة العود السوري، وهذا بيرسخ خويته. صناعة العود السوري هي صناعة يعني فيها جزء من الثقافة السورية الشعبية من المزيك والزخارف، إضافة لذلك في معايير احترافية بتميز فيها صناع العود السوري القديم والجديد أكثر. وهلا فعليا عن طريق بعض الصناع السوريين كثير في له انتشار بالعالم، فضمن خطة إدراجه على لائحة التراث العالمي اللامادي هلا هي فرصة نجتمع كعازفين كصناع نشوف شو بحاجة نحن كعازفين من الصناع، والصناع شو بحاجة أشياء لحتى يعملوها، يعملوا العود السوري بطريقة أفضل وبمقاسات وبشكل موحد نوعا ما ويتصدر للعالم بشكل أيضا مختلف. اليوم خليني أقول على امتداد الجغرافيا السورية قدرنا نجمع أهم العازفين والصناع. هلأ طبعا في بعض الأسماء اللي ما أنا موجودة معنا بسبب ظروفهم الشخصية وسفر، لكن هن حضرانين معنا ومتابعين معنا كل التفاصيل. اليوم من كل المحافظات عم يقترحوا أفكار جديدة، عم يقولوا شو هي تحدياتهم، كيف ممكن يواجهوا هاي التحديات حتى يحافظوا أكثر على هاي الآلة، يصونوها أكثر تضلها عايشة ومستمرة، لأنه هن حسب ما عبروا باليوم الأول اللي كان مبارح أنه هي جزء أهم من هويتهم وثقافتهم، وهي مجموعة من القيم الروحية والاقتصادية والاجتماعية يلي بترتبط بالمجتمع السوري. الاجتماع يعتبر يعني مثل تحديد نقطة أو اتفاق على بعض التفاصيل وتثبيت عناوين عريضة يعني لحتى تكون يعني نواة لخطة بالمستقبل لحتى ما يضيع هذا التراث. اليوم نحن بصدد اجتماع حول آلة العود بالتحديد يعني، فهذا الشيء كتير مهم بهالفترة، خصيصا أنه كان في اجتماع لصناع العود وعازفين العود، وكمان كان هذا النقاش اللي موجود بيناتهم يعني حمل كمان فوائد. الاجتماع هو مو صون العود، هو العود بسوريا مصان، يعني ما في أي عائلة ما في أي بيت لا يخلو من العود، ولكن هو الأفكار لتطوير الآلة، تطوير العزف، أساليب العزف، المناهج الدراسية، تطوير صناعة العود وتهذيبها وتقديمها بالشكل الأفضل، هي الغاية. والحمد لله الأجواء كانت كثير حلوة. أهمية هالورشة هي كثير بصراحة مهمة، لكن أنا برأيي الشيء اللي نحن هلأ عم نعمله وعم نسويه هالورشة هي ما بيكفي أشخاص هي اللي تقوم فيه، لازم يكون في دعم حكومي وزاري أيا كان جهة تانية تدعم هذا الشيء اللي نحن هلأ عم نقوم فيه، لأنه أفراد لحالهم بتصور ما بيحسنوا يعملوا شيء. يعني مثلا الحفاظ على آلة العود وصناعتها بدها دعم. صباح الخير من جديد لكل حدا انضم لنا وعم يتابعنا بأولى فقرات صباحنا لليوم. نور رح نحكي عن موضوع بهم كل الأهالي، أكيد رح نحكي بنتعرف عن العاطفة عند الأطفال بكل أشكالها، حب وحنان واهتمام بمشاعر وعواطفهم، من الحاجات الأساسية والمهمة المفروض تكون موجودة يعني مثل الاحتياجات المادية والنفسية. لهيك دايما بنقول إنه البيت والأسرة هنن المنشأ الأول لهي العاطفة لتنمى شخصية الطفل بطريقة صحيحة، لكن للأسف بسبب انشغال بعض الأهالي بالحياة العامية بضغوطات العمل كثير من الأهالي نور اليوم بتشوفيهم خارج البيت بيكونوا نوعا ما بعاد عن أطفالهم، هذا الشيء ممكن يسبب نوع من الحرمان العاطفي، هذا الحرمان ممكن يخليهم يطلعوا يدوروا عن العاطفة والحب خارج البيت، يمكن هي المشكلة الأكبر بالموضوع. هلا إذا بدنا نحددها بشكل أكبر، الحاجات العاطفية عند الطفل هي حاجات جدا مهمة وهي الأهم. صحيح. لبناء وذات وشخصية الطفل، وكم العاطفة كتير مهم، ما أنا محصور بالوقت يعني طبعا. حتى لو كنا نحن كلياتنا بنشتغل وعندنا أطفال وأولاد، حتى لو بننقطع ساعات طويلة هي فترة محددة فيك تمنحي العاطفة والحب، لكن بطريقة صحيحة وسليمة. صحيح. نفسيا يعني يمكن ربينا سابقا على عدم التعبير
لا تعبري كثير لانه هذا يعتبر دلال زايد، لا تميعي الولد، كل هالمفردات يمكن سمعناها وهذا يمكن اكبر غلط اليوم طبعاً. لا، لازم تعبري لطفلك عن محبتك وعن كل الامور العاطفيه والحاجات العاطفيه لحتى يقدر فعليا هو يعبر عن مشاعره ويعرف مشاعره وحاجاته العاطفيه. لنحكي عن هذا الموضوع بشكل موسع اكثر معنا الاختصاصيه التربويه راما حمود. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك يا راما. بداية يعني مثل ما حكينا موضوع بهم كل الأهالي، وطبعا خلينا نوضح أنه كل اليوم كل أهل عندهم طريقة معينة بالتعبير عن حبهم وعواطفهم لأطفالهم، كلياتنا أكيد بحاجة للحب والعواطف، لكن اليوم حابين نركز على فئة الأطفال. خلينا نوضح اليوم شو هي أبرز احتياجات الطفل العاطفية. هلأ حددها هرم ماسلو، نحن كتير بنعرفه، هو حدد الاحتياجات اللي بيحتاجها أي فرد بدءا من مرحلة الطفولة لنهاية حياته. أول احتياج هي الاحتياجات البيولوجية الطبيعية يلي نحن دائما منوفرها للطفل من باب الرعاية. يلي هي أكل، شرب، لباس، تعليم، حتى ممكن نحطه بهذا الخانة. الاحتياج الأعلى يلي هو الاحتياج هذا الطفل للأمان، يعني وجوده ببيئة آمنة سليمة بتوفر له هالاحتياج هذا وبتدعم له إياه. بينما الاحتياج الأكبر يلي أنا بهمله أو يعني ضغوطات الحياة مثل ما حكينا هي بتخلينا نبعد عنه، يلي هو الاحتياج للمشاعر. وهذا هو إذا صار بهذا الطبقة أو بهذا الطرف أي خلل فهو رح يأثر على بقية الهرم، يلي هو إما احترام وتحقيق الذات. احترام أول شيء الذات وبعدين التحقيق. متى ما صار عندي في خلل بهي الطبقة اللي هي المشاعر فأنا ما بقى عندي لا احترام وثقة للذات ولا تحقيق لهي الذات. فأنا هون يفترض كأهل فرق بين شيء اسمه رعاية اللي حكيت عنه، يعني هو احتياجات طبيعية بيولوجية بيحتاجها الطفل، وبين التربية يلي هي أعطاء مشاعر، أعطاء رعاية، أعطاء حب. يعني التربية بتضم الرعاية لكن هي أشمل، لأنها هي بتضم معها هي المشاعر والعواطف اللي بيحتاجها الطفل. ومثل ما حكيته ممكن في حال فقدانه هو يتجه لجهة غير آمنة بتوفر له هي الاحتياجات اللي هي من المشاعر، لكن بطريقة غير سوية ممكن تأثر عليه سلبا وليس إيجابا. صحيح. بس لما نقول حاجات عاطفية للطفل إذا بدنا نفسر أكثر للأهل، لأنه حكينا بالبداية نقطة كتير مهمة هي طريقة التعبير للطفل من قبل الأهل عن العواطف والمشاعر، سابقا كانت خجول، اليوم يمكن الموضوع مختلف قديش فينا نعبر للطفل عن محبتنا وقديش منغمره يعني بالحب. اعتقد فيكي تحصدي الكثير من النتائج الجميلة في التربية. بس لما أقول حاجات عاطفية لكل أم عم تتابعنا وبتقلك بالضبط أنا ما بعرف شو هي الحاجات العاطفية، شو فينا نفسرها نترجمها أكثر؟ هلا هي كل شيء الطفل ما بيتعلم يطلبه غير منك أو ما بيقدر يطلبه بالبداية غير منك. كل شيء مشاعر، حب، حنان، اهتمام، حتى القيمة. يعني أنا وقت بعطي طفلي قيمة إنه هو له وجود بهي الحياة، هي كمان مشاعر، هي كمان حاجات عاطفية للطفل. لأنه أنا في حال الطفل ما أخذ قيمته بالبيت يلي هو أول بيئة حاضنة له، وين بده يأخذ القيمة؟ ما بقى رح يشعر بقيمة حاله إذا ما أخذها من البيت. فأنا في شيء عندي اسمه حب غير مشروط. يعني أنا ما بقول لطفلي أنا بحبك لأنك أنت جميل، أنا بحبك لأنك أنت ذكي، لأنك أنت متفوق بدراسة. ما أقرن حبي لطفلي بشرط. في حال غياب هذا الشرط معناته أنا ما بحبه للطفل. هذا الخطأ اللي نحن منوقع فيه، لأن نحن منعطي الحب لكن منقرنه دائما بصفات موجودة عند هذا الطفل، وهذا الغلط. يفترض حب بدون أي شرط، بدون أي صفة. أنا مثل ما أنت بحبك، بحبك بسلبياتك، بحبك بإيجابياتك، بحبك وقت بتغلط لأني أنا بدي أعلمك الصح، بحبك وقت بتعمل الشيء الصح. يعني بكل الحالات اللي بمر فيها الطفل أنا بدي أعبر له عن هذا الحب. هلأ ممكن تقولي لي مين هو الذكر ولا الأنثى؟ لا، الاثنين، لأنه هي حاجات عاطفية عند الطفل بغض النظر عن النوع إن كان ذكر أو أنثى.
بتقولي لي طيب قد ايه المده او ممكن قد ايه انا اعطي حب وحنان لطفلي، بما انه قلت غير مشروط، فقد ايه ما اعطيتيه للطفل هو قادر انه ياخذ، لانه هو بما معناه طفل هو نتاج المشاعر اللي نحن بنربيه عليها. صحيح. تمام، خلينا نوضح ونقول انه في كثير امور اليوم ممكن تاثر على عواطف ومشاعر الاطفال، خصوصا لما يكون في ولد ثاني. هون بتلاحظي انه بعض الاهالي ان كان الام او الاب بيصير عندهم ميول لشخص واحد، مثلا بيصير الاهتمام كله له، التركيز كله عليه، حتى ممكن نشوف ببعض الاحيان بيصير في مقارنات بين الاخوه. تمام، قد ايه هالشيء غلط اليوم؟ قد ايه هو من اساليب التربية الخاطئة؟ خلينا هذا نحن بنطلق عليه بالتربية هو جرح الأم. يعني الجرح اللي بتسببه الأم لهالطفل، لكن من ناحية العاطفة. هلا هي تقريبا طبعا مو بقصد، يعني هي مو لأنه بتكره هذا الطفل بلشت تعمل عنده هذا الجرح، لكن بوجود طفل تاني ممكن يكون إنه بلش الاهتمام هذا لأنه له يعني رعاية، له احتياجات، معتمد على الأم بشكل أكبر. بما إنه في طفل أول وطفل تاني، فالطفل التاني الرعاية بتصير له والتربية أكثر. فأنا بهذا المجال بهمل شوي طفلي الأول. هلأ يفترض بهي الحالة أنا لا، كل ما عطيت اهتمام ورعاية للطفل الثاني بادر مع الطفل الأول باهتمام ورعاية بتلبي احتياجاته. ممكن تقولي لي طيب هذا عمره 4 عمره 5 هذا كم شهر؟ تماما، هو هذا لأنه بلش يطلع على الحياة ويفهم الحياة بشكل أكبر، هو بده عواطف بشكل أكبر. البيبي الصغير ممكن يكون بعده ما له فهمان، يعني هو بحاجة أنه تحطيه بحضنك وتضميه إليك بكفيه. أما الطفل الأول يلي هو الأكبر والأوعى، لا، بلش يعرف أنه أنا ممكن أمي عم تهتم بأخي أكثر مني. فهم تنشأ مشاعر غيرة أنا بربيها عن طفلي. صحيح. مشاعر أحيانا بتوصل لإيذاء الطفل. صحيح. الآخر من قبل الطفل الأول، وكمان كره، ممكن تأذي الطرفين. يعني تماما، أحيانا الدلال الزايد ممكن يأثر على الطفل، وبنفس الوقت هذاك الشخص اللي ممكن يتأثر عاطفيا أكثر. تماما. يعني هلأ هي أنا ليش أنا قلت حب غير مشروط؟ مشان أنا ما قيده بوقت معين. يعني أنا وإذا بدي قيده بوقت معين، هلأ هو الإهمال العاطفي بيصير لسن من تقريبا من العامين للسبع أعوام. هذا الإهمال العاطفي نحن هذا المدى، لأنه بعد السبع أعوام بيصير في احتكاك لهذا الطفل ببيئات أخرى، فهو بيعبر عن الحب اللي أخده بهي المرحلة أو الحرمان يلي هي من العامين للسبع أعوام، ببلش يعطيها للبيئة اللي احتك فيها بهي المرحلة. فأنا هون من العامين للسبع أعوام يفترض أعطيه هذا الحب غير المشروط لحتى أضمن صحة نفسية جيدة لهذا الطفل، بيقدر يبادر مع الآخرين بتبادل المشاعر والتعبير عنها. ممكن هلأ عم نحكي نوعا ما عموميات بما يخص. تمام. الحاجات العاطفية للطفل. خلينا نحكي عن قواعد ناظمة لإشباع الحاجات العاطفية لدى الطفل من قبل الأم. يعني خلال السنوات الأولى، لما نحن بنعرف أول 3 سنوات أو 4 سنوات هي الأهم، لأن هي بتركز. تمام. على بناء شخصية الطفل والاستمرار بهي الشخصية. كيف فيها تبلش معه من هو صغير فعليا؟ يعني احنا بنسمع كل الاطباء مثلا بيقول لك احكي مع الطفل هو صغير حتى لو كان جنين ببطنك، هذا بياثر فيه. من هي الخطوات اللي احنا عم نحكي للسنوات الاولى، كيف هي فعليا تبلش باشباع حاجاته العاطفيه؟ خلينا اول شيء نحكي عن الاشهر الاولى مشان انا اعرف شوي التعبير عن الحب. بالاشهر الاولى انا وقت بضم البيبي لحضني، هي بحد ذاتها هي تعبير عن الحب. هلا بتقولي لي ممكن يشعر، هو اكثر حدا بيشعر بهذا الحنان، وصراحة بيتأمل عيونك كيف عم تطلعي إله، فهو بياخد منك طاقة حب. الأكثر أنك أنت كمان تاخدي منه طاقة هالحب، هي بالأشهر الأولى. هلأ متى ما صار من 6 شهور لل 12 شهر، يعني للعام تقريبا، فأنا ممكن أعطيه الألعاب لحتى يبلش يفرغ الطاقة اللي أنا عطيته إياها بالأشهر الأولى مع هي الألعاب. براقب طفلي هل هو قام برمي هي الألعاب بشكل أنه قاسي، فمعناتها الطفل عم بيعبر عن استيائه او حاجته لحب اكبر مني. فانا ممكن راقب هي التصرفات لحتى اشبع له اياها بشكل اكبر. هلا ايمت ببلش الطفل يعرف انه عنده تعبير او عنده حاجه للمشاعر؟ من عمر العامين. من عمر العامين انا بدي بلش بقى احكي مع طفلي
حتى هو لو ما بادرني بالكلام أو ما عبر، كل ما أنا عبرت أكثر كل ما دفعته ويعني حرضت جواته أنه هو يعبر لي. متى ما بلش يعبر فأنا بعلمه على شغلة كتير مهمة أنه يطلب المشاعر، يعني في حال هو فرحان معلش يجي يعانقني أو يطلب أنا عانقه، هي كتير مهمة. فأول قاعدة هي التعبير اللفظي بعد الأشهر الأولى. القاعدة الثانية يلي هي العناق، ونحن كتير بنهمل هي الحالة بخاصة بوجود طفل تاني. صحيح. أحيانا بيقلك أنه عانقتيني مرة واحدة، طب هو في معدل العناق؟ أغلب علماء النفس والتربية قالوا أنه 7 مرات يوميا على الأقل يفترض. أنا بعرف آخر الدراسات لا يقل عن 14 مرة على الأقل. سبع مرات يعني 14 ضمة بما يعادل لتحت فعليا لتعطي إشباع تماماً عاطفي. تماماً. فأنا ببلش فيها بالتدريج. متى ما تعودت عليها بيصير طفلي هو يطلبها ويعانقني كل ما كان فرحان كل ما كان زعلان. نحن أكتر شيء بيعاني منه الطفل وقت يدخل لبيئة المدرسة إنه هو بما أنه متعرض لإهمال عاطفي، يعني ما عنده عناق بشكل طبيعي اللي حكينا عنه، ما بيقدر يرجع يحكي لأمه أو يعبر له عن السلوكيات أو المواقف اللي تعرض له. صحيح. فالإهمال العاطفي هون بيظهر عندي أو الحرمان أو الجفاف. وعلى فكرة الفقر العاطفي هو يعني أصعب من أنه يكون هذا الطفل محروم من حاجاته البيولوجية. صحيح. اللي هي الطعام والشراب. يعني أنا ما عندي، يمكن الطفل بيصبر مرة ومرتين وثلاثة على عدم وجود طعام معين هو بيحبه، لكن ما بيصبر على جفاء من قبل الأم أو على نقد سلوكيات من قبلها. تمام. يعني فينا نقول إنه مو بس الأسرة هنون يعني المنشأ العاطفي. ذكرتي شيء عن المدرسة ودور المدرسة اليوم بهذا الموضوع، خصوصاً قديش بنسمع اليوم إنه في كتير من الأنسة صاروا يحببوا الطفل بمادة معينة، صار عندهم مشاعر تجاه الأنسة، أو ممكن نشوف أيضاً الأنسات العلم الاجتماعي اللي بيقعدوا يسمعوا للطلاب بالمدرسة، هدول كمان قديش ممكن اليوم يأثروا على عواطف ومشاعر الأطفال؟ هلأ هي علاقة التعليم المعلم مع الطالب هي علاقة حب متبادلة. إذا أنا عطيت هذا الطالب، مو الطفل، ما رح نقول طفل، هذا الطالب. صحيح. إذا عطيته الحب فهو رح يتعلم مني كل شيء بدي إياه. يعني أكثر العلماء بيقولوا لك أنه أعطي الطفل الحب وبعدين علمي اللي بدك إياه، لأنه الحب رح يعلمه كل شيء. وهذا صحيح علميا مثبت بالأبحاث. صحيح. تماما. لا هلا ممكن انا اقول انه هي ما لها مجبره، لكن دافع الامومه احيانا يعني هي بتبلش تمارسه مع هذا الطالب باعتباره تقريبا مثل ابنه. طيب خلينا نحكي عن نقطه كثير مهمه بما يخص الاحتياجات العاطفيه، علاقه الاب والام مع بعض اليوم وهيدا الحب والعاطفه المتبادله قدام الطفل قديش بتاثر على هاي الحاجات العاطفية وعلى مفهوم الحب لدى الطفل اليوم؟ هلأ أغلب الأمهات اللي هن شوي عندهم شح بالعاطفة أو يعني ما في تبادل المشاعر مع الطرف الزوج، يعني هن غالباً بيلجأوا لتفريغ المشاعر مع الطفل أو حرمان هذا الطفل من المشاعر. يعني عندي هون وعندي هون. تمام. فبهالحالة الأولى إذا كانت عم تفرغ المشاعر مع طفلة فمعلش هي يعني حالة طبيعية وإيجابية، لكن أنا وقت بتنعكس سلبا على الطفل هون بقى الغلط. أكثر شيء أنا بقدر علمه للطفل هو التعليم بالقدوة أو بالنماذج، يعني أنا أكون أنا وشريك حياتي نموذج لهذا الطفل بالتعبير عن العواطف. كل ما شاف هي النماذج قدامه كل ما قدر يحاكيها بشكل أكبر. 80% من المشاعر اللي بيكتسبها الطفل من الأهل هي عن طريق النماذج اللي بيشوفها قدامه. أكيد. خلينا نحكي ونرجع نركز على الجرح العاطفي وقديش نحن مهم اليوم ننتبه له. سابقا يمكن كنا عم نحكي عن المقارنة بين الأطفال وقديه ممكن تأثر عليهم، كمان في بعض الشغلات ممكن تأثر اليوم لما يكون الطفل قاعد مثلا بين عائلته عم يسمع أمه عم تحكي مع حدا من الجيران، حدا من العائلة عم تحكي عن طفلة بطريقة بشعة نوعا ما، مثلا حدا عم بيقول أنه ابنك كتير بيحرك، ليش بنتك سمنانة، هدول الكلمات
يبلش تمام هون طبعاً. بيقولوا انه الطفل لا ممكن ما يفهم ما يستوعب نحن شو عم نحكي، لكن بالمستقبل او لبعدين بنلاحظ انه لا الطفل عم يفهم وفعلا عم بيأثر على عواطفه وعم يتخزن بذاكرته تماما. قد لازم تماماً. ننتبه لكلماتنا قدام الاطفال. لهيك انا قلت حب غير مشروط لانه انا متى ما بلشت بالنقد وبالحكي عن السلبيات هذا الطفل معناتها انا ما بحبه لطفلي الا اذا كان عنده سلوكيات ايجابيه. هي الطفل فورا بيلتقطها من الاهل يعني خاصه الوالده. هلا هون في شيء يفترض نحن ننبه عليه انه الذكر ما نو شيء سيء انه هو يعبر بالبكاء او يعبر بالفرح. نحن بنكبت مشاعر الطفل وبنعطي الطفله اكثر حنان واكثر حب من الاطفال الذكور، ما بعرف ليه بس هي عاده بمجتمعنا. هي العاده هي الخاطئه اللي بتخلي هذا الذكر بوقت بيكبر بالشباب ما يقدر يعبر عن عاطفته وعن حبه وحنانه مع شريكة حياته. كيف الأم اليوم تعالج الطفل من الجرح العاطفي الغير مقصود؟ يعني حلاوة الأطفال أو جمالهم بالسنوات الأولى بينسوا بسرعة تماماً. فما فينا نلوم الأم، يعني هي بتتعرض لضغوطات اجتماعية مادية اقتصادية وأحيانا هذا الخطأ بيكون غير مقصود ودائما نحن بنعطيها الشماعة يعني بنلوم الأم بالدرجة الأولى. كيف هي تتعامل مع الجرح العاطفي؟ هو دائما غير مقصود يعني ما في أم بالمطلق بتكره ابنها فبتبادله بالإهمال العاطفي. هلأ أول شيء هي ما بتقدر تعالج الطفل، يفترض أخصائي هو اللي بيقوم بالمعالجة. يعني إحنا أول ما يجي لعنا الوالد أو الوالدة مع الطفل نحن منعالج الوالد والوالدة قبل معالجة الطفل. يعني أنا بعطي الأم شوية نصايح لتعبر عن مشاعرها مع طفلة، بعدين ببلش مع الطفل وبعلمه كيف يعبر عن مشاعره. هلأ بعد مرحلة الطفولة، هلأ مرحلة الطفولة بما أنه في مرحلة نسيان وبيقدر الطفل ينسى ويتناسى ويمشي الأمر فأنا ما عندي مشكلة فيها. هي المشكلة بمرحلة المراهقة، وهون بقى أنا بدي دربه أنه بمخيلته ما يضل صوت النقد اللي كان متعرض له بطفولته عم يدور بمخيلته. هذا الخطأ اللي نحن بنوقع فيه انه بنضل بنفكر هاد قال عني هيك، ابي قال هيك، امي قالت هيك، فهذا الخطأ. اكيد. بالختام بدنا نتشكر كثير وجودك معنا الاختصاصية التربوية رامة حمود، شكرا كثير لك، نورتي صباحنا. يسعد صباحكم. شكرا كثير لك. اما هلا هايدي ننتقل من عالم الطفولة لعالم السياسة وموجز لاخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلي علي معلا. صباح الخير علي. صباح الخير لك يا نور. مشاهدينا موجز للانباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 206 للعام 2023، وينص المرسوم على تسمية الدكتور محمد عامر مرديني وزيرا للتربية. والدكتور مرديني هو من مواليد دمشق لعام 1959، حاصل على الدكتوراه في الصيدلة وشغل عددا من المناصب العلمية والإدارية. أكدت سوريا أن قوات الاحتلال الأمريكي زودت الإرهابيين في منطقة التنف بمواد كيميائية ودربتهم على استخدامها تحضيرا لفبركة حادثة بهدف توجيه الاتهام ضد سوريا. وقال الدكتور الحكم دندي نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، قال إن إصرار المجلس على عقد جلسات شهرية حول ملف الكيميائي في سوريا رغم عدم وجود تطورات تستدعي ذلك يهدف فقط إلى إيجاد فرص لدول معروفة لتكرار اتهاماتها ضد سوريا. منحت سوريا الأمم المتحدة إذنا باستخدام معبري باب السلام والراعي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها لمدة 3 أشهر تنتهي في 13 من تشرين الثاني القادم. وأوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن هذا القرار يأتي انطلاقا من حرص سوريا على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للسوريين كافة، ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي سيطر على مواقع جديدة في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا.
الدفاع الروسية في تقريرها اليومي قالت إن القوات الروسية تتقدم على محور كوبيانسك وحررت عدة مناطق. الدفاع الروسية أضافت بأنه تم القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإحباط كل محاولات قوات نظام كييف للهجوم على مختلف الجبهات خلال الساعات 24 الماضية. نهاية الموجز، عودة الآن إلى نور لمتابعة برنامج صباحنا غير. شكرا لك علي. أما هلأ مشاهدينا ننتقل لفقرتنا الصحية لليوم، رح نحكي فيها عن مرض البهاق. هايدي يمكن ما في حدا ما مر بحياته شخص مصاب بمرض البهاق، هو يمكن متركز بذاكرتنا بشكل أكبر. هي بقع تظهر على جلد الشخص، هي مختلفة عن لون الجلد الأساسي. صحيح، وخلينا نوضح عن الموضوع أنه البهاق من الأمراض الجلدية المناعية غير المعدية، ممكن تسبب بعض من الضغوطات الجسدية والنفسية، لأنه يمكن بتشوفي نور أشخاص ما بيتقبلوا فكرة وجوده، خصوصا إذا كان ظاهر على الوجه أو على الإيدين. لكن بنفس الوقت سمعنا عن كثير من المشاهير خصوصا عارضات الأزياء كانوا مصابين بالبهاق، لكن هذا الشيء ما كان عائق أمام نجاحهم، فدمهم الثقة بالنفس وتقبل الذات، ونكون أكيدين أنه أكيد لكل شيء فيه له علاج. اليوم مشاهدينا ضمن فقرتنا الطبية والصحية رح نحكي أكثر عن البهاق، نتعرف على الأعراض والأسباب، لكن نركز على دور التغذية والنظام الغذائي الصحي المناسب. نحكي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. بيسعدنا أنه تكون معنا لليوم اختصاصية التغذية رغد بتنجاني. يسعد صباحك. صباحكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نعرف لكل الناس اللي عم تتابعنا شو هو مرض البهاق بشكل عام. مرض البهاق هو مصنف من أمراض المناعية الذاتية. نحن بنعرف مناعة الإنسان هي خط الدفاع ضد أي شيء غريب عن الجسم، فيروسات، بكتيريا، وطبعا هذا الشيء بيحمي الجسم. اما وقت نقول احنا مرض مناعي ذاتي، فهذا الموضوع بيكون له تاثير عكسي، بيكون له تاثير ضار للجسم، لانه المناعه بتهاجم خلايا الجسم نفسه. طبعا المكان اللي بتهاجمه والضرر او الاذيه اللي بتسببها هالمرض بيتصنف على اساس المرض مناعي ذاتي اللي من ضمنهم البهاق. بمرض البهاق المناعه بتهاجم الخلايا المسؤوله عن انتاج الميلانين اللي بيعطيني لون للجلد والشعر. طبعا مع الوقت بتخلي هالخلايا تفقد قدرتها على انتاج الميلانين، وهذا اللي بيفسر لي ظهور البقع البيضاء على جلد الانسان المصاب طبعا بالبهاق بمناطق مختلفه. طيب خلينا نوضح اكثر للمشاهدين عن هذا الموضوع ونعرف وين ممكن اماكن تواجده. بنسمع انه في له انواع كثيره، خلينا نوضح هذا الموضوع ونعرف الاعراض اكثر اللي ممكن تظهر عند الشخص. هلا المرض البهاق له انواع كثير ما حفوت فيه من ناحيه طبيه، لكن انا فيني اوضح شو هي اسبابه. ما له مناطق معينه يعني مختلفه او بتركز فيها، هي له ثلاث اسباب اساسيه. اول شيء الوراثه، اذا في تاريخ عائلي للاصابه بالبهاق فاحتمال يكونوا الاطفال معرضين للاصابه فيه. اثنين الحاله النفسيه كثير بتلعب دور، لانه الاضطراب النفسي ممكن احيانا يؤدي الى اضطراب مناعي ويسبب امراض مناعيه ذاتيه ثانيه من ضمنها البهاق. والشيء الثالث هو العوامل البيئية، يعني إذا أنا بمنطقة فيها مثلا تعرض لمواد كيميائية، في تعرض لمثلا أشعة شمس بطريقة كثير زيادة، أو فيها تعرض للحروق، ممكن أحيانا تؤدي إلى الإصابة بمرض البهاق. يعني هي أعراضه الأساسية، عفوا مسبباته الأساسية. أما أعراضه فهي بتنحصر بالبقع البيضاء اللي بتظهر على الجلد، وطبعا إذا ما تعالج أو ما تم تطويق هالأعراض ممكن تكتر ومع الوقت تنتشر بكافة أنحاء الجسم. يعني خلينا نحكي معك بما يخص التغذية، بما أنه حضرتك أخصائية تغذية. ست رغد، النظام الغذائي قديش بيلعب دور، والغذاء قديش بيلعب دور التأثير على مرض البهاق؟ يمكن في كثير ناس بتسمعنا بتستغرب من هذا الموضوع، بس فعليا نحن حابين نوضح هي النقطة تحديدا وأهميتها. تمام. هلأ المرض البهاق طبعا طبيا له علاجات كثير بالأدوية والمراهم والتعرض للإضاءة وإلى آخره، لكن لا شك أنه لازم هذا الأمر يتعزز بالحميات الغذائية. التغذية على مستوى مرض البهاق تلعب دورين أساسيات. الدور الأول عند الناس اللي فعلا مصابين بالبهاق، والدور الثاني عند الناس اللي بيعرفوا أنه عندهم تاريخ عائلي وبدهم يوقوا حالهم من الإصابة بهالمرض. طبعا عند الناس المصابين فعلا بالبهاق، التغذية أو الحمية الخاصة بالبهاق بتطوق انتشار هالبقع البيضاء، يعني بتحد من الأعراض.
أما عند الناس اللي عندهم تاريخ عائلي فبتلعب دور الوقاية من الإصابة بهالمرض. طبعا شو هي الحمية؟ هي مشتقة من حمية كبيرة أساسية عامة اسمها حمية AIP أو البروتوكول الغذائي الخاص بأمراض المناعة الذاتية بشكل عام. اشتقوا منها حمية خاصة بالبهاق. تختلف عن الحميات العادية أنه هي عبارة عن جدول واحد فيها خانة الأغذية المسموحة وخانة الأغذية الممنوعة. هلأ أنا ما رح أقدر أذكر شو هي الأغذية المسموحة شو هي الممنوعة لأنه هي قائمة كتير كبيرة، بس نحن ممكن نركز على أمور أساسية. بس معنا وقت يعني إذا ما فيك توسعي ضروري الموضوع لأنه نحن أساساً عم نركز عليه. يعني لما نقول مع حضرتك أخصائية التغذية وشو هي الحمية لازم نعطي تفاصيل أكيد. أوسع لكل الناس أكيد. خصوصاً بما يخص البروتوكول لكل أمراض المناعة الذاتية اليوم. هلأ إذا بدي ركز على الأغذية الممنوعة أول شيء رح أعطي خطوط عريضة نحن بتسهل علينا شو نختار أغذية وشو نمنع حالنا. كل شيء أغذية بتسبب لي ردود فعل التهابية نحن منبعد عنها لأنه نحن نعرف ردود فعل التهابية المناعة مسؤولة عنها، فهذا الشيء رح يخل نظام المناعة. مثل شو؟ مثل مثلا الأغذية اللي بتخلها قمح. القمح دائما فيه مادة الجلوتين وبتعمل أحيانا ردود فعل التهابية تحسسية عند الناس بنسب متفاوتة. الأغذية اللي بتخلها حليب، دراسات جديدة بتقول كل شيء ثمار فواكه خضار لونه أحمر وطعم حامض مثلا مثل البندورة مثل الرمان صحيح فيها مواد غذائية هامة مضادات أكسدة لكن بنفس الوقت فيها المعززات الالتهاب. الكحول طبعا 100% سيء، الكافيين، المواد الغذائية فيها نسبة سكر عالية اللي فيها مواد حافظة، كلها هي أمور بتعزز ردود فعل التهابية. اللحم الأحمر متهم بشكل أساسي بهذا الموضوع يفضل الابتعاد عنه. هلأ المكسرات مثل الفول السوداني، الفول الصويا كمان بيعمل تحسس لبعض الناس. الأسماك بالبهاق ممنوعة، بأمراض تانية ممكن تكون موصى بها يعني منيحة. الأغذية المسموحة بالبهاق واللي بتلعب دور الوقاية دائما النشويات بفضلوها، خاصة البطاطا كتير منيحة. عندي البقوليات بعد طبعا عن القمح، باقي البقوليات، الدجاج، البيض إذا ما بيتحسس الشخص من البيض كتير منيح. كتير بيوصوا بالخضار الورقية مثل السبانخ، البقدونس، هدول القصص يعني الأوراق الخضراء. شو عندي كمان غير التغذية لازم ركز أنه يكون نسبة الفيتامينات والمعادن بالدم منيحة تمام، وخاصة الفيتامين دي والفيتامين سي والفيتامين بي 12 والحديد والنحاس والزنك. هدول اذا بتحاليل دم ظهر انه عندي خلل فيهم لازم تحت اشراف طبيب يتم تناولهم كمكملات دوائية. يعني فينا نقول ممكن نقص بفيتامين معين هو يكون السبب للاصابه بمرض البهاق؟ هلا هو ما بيكون مسبب، هلا هو ممكن ياثر على مناعه الانسان فيؤدي إلى الخلل وبالتالي يؤدي أمراض البهاق، بس هو بيلعب دور واقي كتير أساسي أو إدارة الأعراض، له دور بإدارة أعراض البهاق اللي هي البقع البيضاء. طب ست رغد حكيتي بما يخص مرض البهاق والحمية الغذائية، هي الحمية فقط لمرض البهاق ولا فينا نحكي بشكل موسع عن بروتوكول الغذاء لكل أمراض المناعة الغذائية؟ تمام، لا هلا الحمية الـ AIP هي بروتوكول نظام غذائي لكافة الأمراض المناعية الذاتية للوقاية منها. هلا إذا في تاريخ عائلي للإصابة بمرض محدد مثلا بهاق، سكري نمط أول، روماتيزم، هدول كلها أمراض مناعية ذاتية، يفضل هون نتجه على الحميات المخصصة. أما إذا أنا بدي أخذ حمية تلعب دور واقي بشكل عام أمراض مناعية ذاتية فيني أتبع البروتوكول العام اللي هو الـ AIP. هلا الـ AIP هو مثل حمية البهاق، عبارة عن قائمة أغذية مسموحة وقائمة أغذية ممنوعة، لكن بيكون شامل مثل ما حكينا. بيركز هاي الحمية على 4 شغلات أساسية منشوف كيف بيترابط الجسم كله ليؤدي إلى مناعة جيدة بجسم الإنسان. أول شيء بتركز عليه الحمية هو أنه يكون عندي نظام مناعة متوازن. كيف بحقق أنا نظام مناعة متوازنة؟ بحققها بتناول الأغذية المفيدة اللي فيها عناصر غذائية جيدة وبعد عن الأغذية المسببة للالتهابات اللي حكينا عنها بحمية البهاق. ثاني شيء بتركز عليه الحمية هو، وهذا كتير مهم لازم ننتبه عليه على مستوى الأمراض المناعية الذاتية وعلى مستوى الأمراض النفسية، إنه يكون عندي جهاز هضمي سليم. جهاز الهضم والبكتيريا النافعة الموجودة بجهاز الهضم لها دور كتير مهم للوقاية من الأمراض المناعية الذاتية والأمراض النفسية. كيف بحقق صحة جهاز هضمي وأعداد جيدة من البكتيريا النافعة لازم تكون موجودة فيه؟ بحققها بتناول الأغذية المفيدة والابتعاد كمان عن الأغذية المسببة للالتهابات.
وعندي أغذية محرضة لنمو هالبكتيريا مثل الألبان والألياف والمخللات، هي كمان بتساعد. الشيء الرابع تركز عليه الحميات هو التوازن الهرموني. في عندي ترابط كتير كبير بين الهرمونات والجهاز المناعي بجسم الإنسان. طيب كيف أنا بحقق توازن هرموني بالجسم؟ بحققه بإني ركز على ثلاث شغلات أساسية بالطعام: نوع الطعام، كميته، وتنظيم الوجبات. إذا أنا اخترت أنواع طعام جيدة وكمية معقولة لا كتيرة ولا قليلة، وكانت وجباتي بأعداد جيدة وبأوقات منتظمة بكل يوم، فيني حقق التوازن الهرموني. وآخر شغلة بتركز عليها حماية الـ AIP هي معالجة الأنسجة والخلايا اللي ممكن تكون تضررت من ردود الفعل المناعي. تمام رغد، يمكن خلال حديثك ذكرتي انه الاشخاص المصابين بالبهاق ممكن يضطروا يمتنعوا عن بعض الاغذيه ولو كان لها فوائد. تمام. طيب اذا امتنعوا عن هي الاغذيه ممكن يصير في عندهم نقص ببعض الفيتامينات والمعادن، يعني احيانا بعض الحميات فينا نقول ممكن تكون في لها مضاعفات. تمام. خلينا نوضح هذا الموضوع. هلا حميه البهاق انا ما عم بمتنع عن عنصر غذائي اساسي، يعني ما عم بقول لهم مثلا بعدوا عن كل شيء كربوهيدرات او كل شيء بروتينات وهالامور، عم بقول لهم ابتعدوا عن انواع غذائيه معينه. يعني لازم يكون في توازن نوعا ما. اكيد وقت انا بعده عن انواع غذائيه معينه اكيد رح لاقي البديل عنه. يعني انا بعدتهم مثلا عن الفواكه اللي لونها احمر، فيهم ياكلوا فواكه انواع ثانيه، يعني الخضار مثلا الحامضه فيهم ياكلوا خضار ورقيه، فهون انا ما عم ببعدهم عن شيء اساسي بروتين او حاله حرمان كامله. صحيح. ايه عم بعدهم عن انواع غذائيه معينه فيهم يعوضوا بشيء ثاني، ومثل ما قلنا يركزوا على الفيتامينات اللي ذكرناها والمعادن اللي هي برجع بعيد الدي بي 12 وسي والحديد والنحاس والزنك، انه يكون نسبتهم بالدم جيده. طيب خلينا نحكي يمكن عن مثل ما قلتي بالبداية إنه هيدا النظام الغذائي فينا نقول إذا في عامل وراثي أو حدا من العيلة فينا نتبعه، هذا بما يخص الأطفال فينا نتبع هيدا النظام الغذائي ولا هون موضوع مختلف؟ هلأ إذا عندي أنا تاريخ عائلي وحابة أني أوقي الطفل مثلا، لأنه هو بصراحة بيظهر بأعمار قبل 30 سنة. صحيح. مرض البهاق لهيك بدك تبلشي باكر. تمام ممكن أنا من المراهق أبدأ بهي الحمية، ما فيها شيء بيأذي لأنه هو راح يتوفر له كل العناصر الغذائية. يعني مثلا بدل ما يشرب الحليب فيه يشرب لبن، بدل ما يأكل لحم أحمر فيني طعميه جاج، يعني ما لها الحمية القاسية، هي مجرد التزام بأنواع معينة والابتعاد عن أنواع تانية. تمام. نسمع بعض الأشخاص أنه ممكن يعالجوا البهاق من خلال الطب البديل أو الأعشاب، خلينا نوضح هذا الموضوع ونوضح المشروبات. حكينا عن الأغذية، خلينا نحكي عن المشروبات إن كان الممنوع أو المسموح بأخذه. هلا بصراحة موضوع إنه معالجة بهاق بالطب البديل أنا ما كتير طلعت أو ما كتير شائع هذا الشيء. هو دائما بيكون حمية غذائية بالتواتر مع علاجات دوائية ومراهم معينة وعلاجات ضوئية، لأنه هي باب لها دور بس بتحفيز إنتاج الميلانين أو عفوا صبغة الجلد بلون يقدر يرجع يتوحد مع لون الجلد الأساسي. فما في كتير تقاطع مع الطب البديل. طب شو الأخطاء اللي بيوقعوا فيها غالبا كل المصابين بأمراض البهاق بما يخص التغذية؟ هلا بنرجع بنقول التوعية النفسية مهمة، لأنه بالنهاية قلنا من أحد أسباب مرض البهاق هو الحالة النفسية. يعني إنه يكونوا اللي حواليه بقى بيشعروا بأنه هو مختلف، أو بتعرف إن إحنا عنا عالم ما عنده الثقافة بفكره مرض معدي للأسف. فممكن الأذية النفسية تلحق تزيد من أضرار هالمرض وشدة أعراضه، لازم يكون في توعية نفسية للمريض وللي حواليه. طبعا العلاجات تكون تحت إشراف أطباء، ويكون عندي مراقبة دورية لتطور المرض، تحاليل دم دورية، ومثل ما قلنا التغذية ما لازم نحن نكون عم ننظر لها بس لأنه هي حميات للتنحيف أو لاكتساب الوزن، التغذية هي التغذية العلاجية على المواسع، ولازم نحن بأي مرض بنوقع فيه نلجأ للتغذية، لأنه أحيانا بيكون لها دور يا إما بالوقاية يا إما بالعلاج يا إما بضبط المرض، بضبط أعراض المرض. قديش بتلعب دور بضبط المرض؟ نحن مثل ما قلتي يمكن بعض الأغذية هي بتأدي لها بعض العوامل الالتهابية، ففعليا بمرض البهاق تحاولي تضبطيه وتأثري عليه بحيث ما يتوسع على كامل الجسد. النظام الغذائي بيلعب دور بيضبطه بشكل كبير بالإضافة للأدوية. أكيد أنا ذكرتها من الأول، التغذية بالبهاق إلى دورين، يا إما بتطويق الأعراض، يعني تطويق انتشار البقع البيضاء.
هذا الشيء بيعني تطويق مهاجمة المناعة لخلايا المنتجة المدنية. صحيح. فبتخففنا هذا الشيء لأنه بالنهاية نحن عم نبتعد عن أغذية تؤدي لردود فعل التهابية. ردود فعل التهابية بتخلي المناعة دائما محفزة وبالتالي بتسبب الأعراض وإلى دور بالوقاية عند الناس لسه ما وعوا بهذا المرض. تمام. يعني بما أنه عم نحكي عن انتشار البقع البيضاء اليوم بعض الأشخاص هل ما يصير عندهم هذا النوع من البهاق بيصير عندهم تخوف أنه هل ممكن هذا الشيء يمتد لباقي أماكن بالجسم؟ أحيانا ممكن نسمع بيقولوا ممكن يوصل يدخل بالشعر. تمام. خلينا نوضح حقيقة هذا الموضوع، هل هو فعلا رح يمتد لباقي أنحاء الجسم أم لا ممكن يوقف بمرحلة معينة؟ هلا طبيا البهاق له عدة أنواع. يعني أول شيء إذا لاحظ الشخص، طبعا كل شيء أمراض بتعطي تظاهرات أو أعراض بسيطة بالبداية وبيكون هون العلاج معقول، يعني ممكن أسهل مما أنه تتطور. فوقت يلاحظوا أعراض بسيطة لازم دغري يكون في استشارة للطبيب. حسب نوع البهاق، في بهاق أحيانا بتركز بس بالوجه والأطراف، في بهاق بينتشر كل أنحاء الجسم، في أنواع بهاق بترجع بتتراجع من حالة بدون علاج، يعني هون لازم يكون في استشارة الطبيب. ومثل ما قلنا إذا كان في معالجة من البداية واتباع نظام غذائي ودوائي معين فممكن أن أطوق انتشار البقع قد ما بقدر. أما إذا صار في إهمال وتأجيل أكيد. صحيح. في احتمال انتشار شعر جلد وحتى أخشين مخاطية. صحيح. والوقاية يعني خير من قنطار علاج. خلينا نحكي بما أنك أخصائية تغذية، في حالات تابعتية بشكل يعني خاص بما يخص مرض البهاق فعليا لقيتي نتيجة ملموسة من خلال هذا النظام الغذائي؟ حاليا بصراحة ما تابعنا هيك موضوع، لكن الأبحاث العالمية عم بتوصي من جديد بهذا الأمر. وطبعا حسب نسب الدراسات وحسب النتائج اللي عم تظهرها ببيننا أنه للتغذية دور كبير بعلاج أو تطويق أعراض المرض أو حتى الوقاية منه. وبتمنى بالمستقبل يكون في عنا وعي بهالموضوع. مثل ما حكيت التغذية دائما ننظر لها كشيء أو جزء من علاج أي مرض. تمام. لجانب التغذية ممكن أحيانا لازم نلجأ للرياضة. خلينا نوضح أهمية الرياضة كمان لجانب اتباع نظام غذائي، خصوصا أنه الأشخاص مثل ما ذكرنا بالمقدمة كثير من الأشخاص ما عنده تقبل لفكرة وجود هي البقع على وجهها، بيصير في عنده نوع من القلق من الاكتئاب. قلنا أنه التغذية تلعب دور ممكن تحسن من الصحة أكثر، طب خلينا نوضح الرياضة لجانب التغذية. تمام. هلا أنا بهي الحميات بشكل عام سواء للبهاق أو لأي مرض مناعي ذاتي تاني لازم ركز على الحالة النفسية مثل ما قلنا. قبل الرياضة ركز على النوم الكافي. النوم هو المعزز الأول لصحة الجهاز المناعي. بهي الحالات بالذات أنا لا أنصح بالرياضات القاسية. يفضل التمارين المعقولة لأنه كمان الإجهاد بيؤثر على الحالة المناعية لجسم الإنسان. صحيح. فالرياضة بهالحالات بالذات لازم تكون معقولة متواجدة طبعا لأنه بتحسن النفسية بالنهاية ومن ثقة الشخص بنفسه، لكن بقدر معقول ونركز على النوم والقسط الكافي من النوم. صحيح. بشكل كبير. طيب بالختام خلينا نحكي عن نصائح عامة لكل اللي عم يتابعونا بما يخص مرض البهاق. ونحن بنعرف أساسا النظام الغذائي الصحي له تأثير كتير كبير على جسدنا وسلامتنا الصحية والنفسية. تمام. هلا النصيحة الأولى نحن يكون عندنا وعي بالأمراض الموجودة بالتاريخ العائلي، الأمراض الوراثية، لحتى نعرف شو الأعراض اللي نراقبها إذا رح تظهر أو لا علينا، شو التحاليل الدورية اللي لازم نتابعها، وشو الاختصاصات الطبية اللي لازم نحن نستشيرهم، الأطباء اللي لازم نستشيرهم. فالوعي بالأمراض الوراثية اللي عندنا بالعائلة كتير مهم. كمان يكون عندنا نظام حياة صحي على المستوى الغذائي الرياضي، مثل ما حكينا النوم والحالة النفسية نقدر نضبطها تكون متوازنة وسليمة قدر الإمكان. مثل ما قلنا هالأمراض تعطي تظاهرات خفيفة على الأول، ما نهمل ما نأجل، المتابعة السريعة التحاليل الدورية السريعة بنقدر نحن نعالج. وبالنهاية ننظر للتغذية نظرة شوي أوسع وأشمل من التنحيف. لأنه كل الدراسات فعليا البحوث أثبتت أنه النظام الغذائي السليم قديش فعليا بنهاية تغذية بشكل كبير. اسمها تغذية علاجية. صحيح. أكيد. ويمكن خلال حديثك كنا عم نحكي عن الأغذية عن الفيتامينات اللي لازم تكون موجودة إن كانت حديد أو بي12 أو زنك. طب خلينا اليوم نوضح للناس اللي عم تتابعنا أكثر وين ممكن يكونوا موجودين، شو الأطعمة الموجودين فيها لحتى يصيروا يتنا
يتناولوها. أحيانا ممكن بعض الأشخاص تلجأ للمكملات الغذائية، تمام. فأي أفضل أنا اليوم ألجأ للمكملات الغذائية لحتى أخذ الفيتامين يلي ناقصني، أم لا أنا أدور على هذا الفيتامين من خلال الأغذية؟ هلا بحالي أنا عم بتبع نظام غذائي بدي عالج طوق أعراض ما معي كتير وقت، أو أنا بدي أقوم بدور الوقاية، هون يفضل أنا إذا في نقص بنسب هالفيتامينات بدم الشخص نفسه يفضل تحت إشراف طبيب ياخده كمكملات مشان يكون التعويض سريع. مكملات يعني نحن نفضل الطبيعي بشكل عام أكثر ولا لا، خصوصا لأصحاب الأمراض المناعة الذاتية بتأثر ولا لا؟ هي بالعكس هي مفيدة، ومثل ما بقول إذا أنا ما عندي وقت يعني بدي طوق انتشار الأعراض وعندي نقص بهالمعادن يفضل مع الأغذية يكون عندي مكملات. أما إذا أنا عم بتبع مثل ما قلنا النظام العام بدي حسن أسلوب حياتي أو نمط حياتي وأعمل وقاية لحالي من الأغذية المناعة ذاتي فيني شوفها بالأغذية. الفيتامين دي كلنا بنعرف نتعرض للشمس ونتناول الأغذية اللي فيها الكالسيوم. الفيتامين بي 12 موجود باللحوم والبيض والبقوليات. المغنيسيوم كمان نفس الشيء نشوف المكسرات مثلا. النحاس والزنك موجودين بالأسماك، موجودين بالمكسرات، حتى شوكولا أحيانا موجودة هيك. كلنا رح نلجأ لها، كل الناس رح تتبع هي النصيحة بشكل أكبر. في الختام أكيد أخصائية التغذية رغد بتنجان نتشكرك على وجودك معنا، وحبينا نركز يعني فعليا على الغذاء قديش مهم في كثير من الأمراض بما يخص المناعة الذاتية. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك، نورتي صباحنا. شكرا. أما هلا مشاهدينا نحن مكملين بمشوارنا الصباحي، لكن خلونا نطلع على فاصل صغير ونرجع نكمل باقي فقراتنا لليوم. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحافظة حلب، وتحديدا تحت شعار من أجل كل نبضة قلب أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية لفحص ضغط الدم. خلونا نتابع التفاصيل مع مراسلنا وليد هناي. تحت شعار من أجل كل نبضة قلب أطلقت مديرية صحة حلب الحملة الوطنية لفحص ضغط الدم. الهدف من هاي الحملة أنه نحن نعمل مسح شامل لكل المواطنين اللي عمرهم فوق 18 مشان نشوف قد ايه نحن عندنا نسبة المصابين بارتفاع الضغط. بعد ما نعمل الاستمارة بنقاس ضغط المريض، وإذا شفنا من 140 على 90 بتحول فورا لعيادة الداخلية. عيادة الداخلية بيتم تقييمه من قبل الطبيب ومتابعته، وفي حال إذا قرر إنه بده علاج نحن متوفر عنا أنواع العلاج. عنا 4 أنواع من أدوية الضغط متوفرة دائما وبشكل مجاني. كثير من الأمراض اللي بتنقص فيها المناعة ممكن نكون عرضة للأوبئة، ممكن يصير معنا قصور كلوي، ممكن ندخل بمتاهات تانية، فإحنا نكون قادرين على مواجهة أي حالات من المرضية. حيث تعمل مديرية الصحة على فحص المواطنين في جميع مراكزها الصحية ومن خلال الفرق الجوالة. فكرة كتير حلوة وبتعالج كتير عالم وخاصة الكبار يعني. هي حملة كتير إيجابية خصوصا هالأزمة اللي عم بتعرض للشعب، فإجباري يعني بتحميه وبتفيده وبتثقفه كمان كتير بتثقفه. بنعرف إذا معنا ضغط أو لا، عم بياخذوا كل المعلومات عننا وعم بيقدمونا بنفس الوقت إنه إذا في عنا مرض ضغط عم بيقدمونا أدوية بشكل مجاني. هي فكرة حلوة وممتازة يعني، خلي يعني الناس تتوقع للضغط. طبعا هيك حملات يعني المجتمع بحاجة إليها كثير، ويعطيكم العافية على هيك حملات، ونتمنى أن تكون متواترة. وتستهدف الحملة جميع المواطنين من عمر 18 عاما وما فوق. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب. يعني رح نبقى بأجواء حلب ونور، ما في أحلى يمكن من أصحاب الأيادي البيضاء اللي بيحاولوا عطول يرسموا البسمة والفرحة على وجوه الأهالي والأطفال، وخصوصا من خلال المبادرات الإنسانية والخيرية اللي بنشوفها دائما موجودة على أرض الواقع لحتى تساعد هدول الناس المحتاجة. أكيد هاي دي يمكن ومن سنوات فعليا كانت في أيادي كتير خيرة بسوريا ومبادرات إنسانية وجمعيات خيرية. صحيح. فعليا كان نشاط كبير على أرض الواقع، كان دور كتير كبير في مساعدة المجتمع المحلي، وكان في تشاركية كبيرة إن كان في حلب والمحافظات السورية. اليوم عم نخص حلب لنحكي عن مبادرة شهيق وزفير، لنتعرف مع السيد منتصر كيالي على آخر نشاطاتهم، لأنه فعليا عم يحاولوا يكونوا موجودين على كافة البقاع الجغرافية في حلب تحديدا وبكافة المناسبات ليقدموا أبسط وأهم الأشياء للناس. اليوم يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية.
صباح الخير يا أهلا. يسعد صباحك أستاذ منتصر. صباح الفل. بداية يعني يعطيكم العافية، جهود دائما مستمرة، دائما موجودين على أرض الواقع، عم تقدموا خدمات عديدة، مبادرات إنسانية وخيرية. خلينا يمكن آخر نشاط كان لكم بخصوص متلازمة الحب أطفال ذوي الهمم، خلينا نوضح النشاط يلي عم تقوموا للأطفال. صباح الخير يا صباح الإخبارية. العمل اللي احنا عاملينه هلا حاليا آخر واحد حيكون لذوي الهمم، هذول اللي احنا بنحبهم بقى مثلا نستغني عنهم، رح يكون كورس تصميم ازياء. يمكن اول مره بصير بي هذا الشيء، كورس تصميم ازياء لمده تقريبا 3 ايام تحت المراكز، لمده تقريبا 6 ايام الساعه 12 الساعه 3 و4 تقريبا بيخلصوا الموضوع الكورس التصميم. بعد ما يخلصوا قص بيخلصوا مثلا رسم الى اخره، هذا الموضوع بتحول لموضوع مشغل. هذا المشغل اللي هم هلتني صمموا رح يصير ان هم يفصلوا اللبس، يفصلوا كذا، وباخر شيء رح يصير ان ديفيلي العرض المنافس اللي هم صمموه ويطلعوا فيها. هذا الموضوع انا بتوقع يعني ما حدا عمله بتوقع بسوريا ابدا، وشيء نوعا ما شيء اولي نوعا ما. يعطيكم الف عافيه. فعليا شو الهدف الاساسي من هيدا الكورس وهذا هي الفكره؟ شو الرساله اللي حابين تقدموها من خلال هي التحضيرات؟ لانه فعليا بكل عمل عم تقوموا فيه في رساله هادفه اليوم عم نلمسها. هلا اكيد الرساله هي اكيد واضحه كثير كثير كثير، نحن هذول الاطفال موجودين على الواقع، موجودين على الارض، عندهم امكانيات، عندهم مهارات بصراحه رائعه، مهارات يعني عندهم مهارات للحياه، لازم يعتمدوا على نفسهم، لازم يساعدوا يكونوا اعضاء اعضاء فاعلين بالمجتمع، لازم تتعلموا مهارات البيع، مهارات الشراء، مهارات كثير مهارات بصراحه مميزه. على سبيل المثال مهارات موضوع التصميم، يعني هي ما بعرف هذا الشيء يعني احنا بنسعى فيه عشان الموضوع يدخلوا سوق العمل، لان اذا دخلوا على سوق العمل عندنا معنا اشخاص قادرين، عملنا حولنا من شخص عنده يعني ما لازم موضوع عنده عن خلل وراثي لانسان طبيعي. هذا الشيء صراحة أنا بس تعالوا بيني وبينك، أنا بالأخير هنا صراحة زوي هنا هن أشخاص طيبين من جوا، عندهم شيء بالفترة، هذا شيء حلو، فبنحاول إحنا دوما نسلط الضوء عليه نوعا ما. أكيد يعني من خلال نشاطاتكم عم نلاحظ إنه على طول عم تركزوا على فئة الأطفال، ومن خلال الكورس يلي ذكرته حضرتك عم تركزوا على أطفال ذوي الهمم. طيب في أعمار معينة، في شروط مطلوبة لحتى يدخل الطفل بهذا الكورس؟ هلا اكيد حيكون هو وصل لمرحله مهنيه، اللي هو تعرف الاطفال ذوي الهمم عندهم اخر مرحله في مرحله مهنيه. فمرحله المهني هذا معناته الطفل خلص يعني عنده قدره على النطق، عنده قدره على التعامل مع الاخرين، عنده قدره في الاستيعاب، عنده قدره مثلا يعرف يميز بين لون ولون، يعرف هذا الشيء صح هذا الشيء غلط، فهمت علي شلون؟ يعني هذا الموضوع كثير مهم، تعزيز الثقه بالنفس يعني خلال التعليم كثير مهم صراحه، تطبيق يعني تطبيق هذا بالذات. حابين احنا هذول الاطفال بالذات يكونوا مثلا عندهم خبره بهالموضوع بالذات عشان يكونوا فعالين بالمجتمع. هي نقطة كثير مهمة وجميلة اليوم يمكن عم نركز عليها، انه فعليا الطفل لو هو من ذوي الاحتياجات الخاصة فعليا فيكون له دور فعال بالمجتمع، وفيكون فعليا شخص منتج. وهي رسالة لكل الأهالي اللي عم يتابعونا، اللي عنده طفل عنده مشكلة خاصة لازم ما يخبوا، يعتزوا فيه ويفتخروا فيه فعليا، ويحاولوا يستثمروا بأي مهارة ممكن تكون عنده فعليا يكون شخص منتج. خلينا نحكي عن، إذا بدنا نحكي عن مبادرة شهيق وزفير، انتم من البدايه عم تحاولوا تكونوا موجودين على الارض، عم تستثمروا كل الفعاليات والنشاطات، وعم نتعرض فعليا لازمات كثيره، عم تحاولوا تكونوا موجودين على الارض. شو العقبات اللي بتواجهكم اليوم في ظل فعليا الضغوطات الاقتصاديه والماديه اللي عم تواجه الكل؟ هلا انا بصراحه ما بخفي بيني وبينك، احنا بالبدايه اللي عملنا نحن كان عملنا نحن بنتغش في موضوع الكورونا، تامين اصلا اوكسجين للناس، تامين كذا 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 الى اخره. كنا الحمد لله يعني اخذنا يعني تقدير حلو من سيد وزير الصحه ووزير الشؤون على عملنا اللي كان بصراحه بيني وبينك كان صعب علينا كثير صعب. اكيد في شغلات كثير اشتغلنا عليها، موضوع الزلزال، موضوع استجابه، موضوع الابصار الى اخره. هلا انا ما بفكر بصراحه انا يعني العقبات اللي عم نوعا ما هي موضوع مادي، يعني هي محكيه بشفافيه مطلقه، لاني بالاخير نحن مبادره اهليه، ملنا تمويل حكومي ولا تمويل خارجي، نحن داخلي اهلي عم يصير هذا الموضوع عن طريق اصحاب الخير، اصحاب الفعاليات الاقتصاديه، اصحاب ناس عندهم
حب الخير، لأني بصراحة بلدنا دوما نحن نعيد نقول أكثر من مرة بلدنا هي سوريا، سوريا الخير أكيد بتعطي أكثر وأكثر. هذا الموضوع المادي نحن صراحة نفتقده نوعا ما لأني جدا جدا مهم. يعني أي حدا الفتاة بالذات خلينا نعمل بالذات بيكون في عنده دعم مادي. هذا الموضوع شوي نوعا ما نحن عم نحاول يعني نلاقي طريقة معينة عشان نكون قادرين عن فيها الموضوع بالذات. طيب خلينا نحكي فعليا شو النشاطات اللي عم تحضروا لها بعد هاي الخطوة تحديدا؟ هلا صراحة في خطوات كثيرة بيني وبينك من ضمنها هي رح تكون كمان كورس جديد. أنا دوما غايتي هذا الموضوع بالذات اللي أنا عامل له جديد للأطفال هذول. حيكون الكورس شيف مطعم. ما بعرف هذا كمان أول مرة بصير بسوريا إن الشيف مطعم يكون هو هذا الطفل قادر بكره بالمستقبل في حال مثلا احنا اكيد رح يصير في عندنا كافيه خاصه للاطفال مثل الشام يكون عنده قدره يعمل مثلا عصاير، يعمل مثلا سموزي، يعمل مثلا شغلات سلطات خفيفه كذا كذا الى اخره، نعلمه هذا الشيء. بدأ انا بصراحه كمان هذا الكورس رح يكون كمان على مستوى بيعاون احدى الجهات العامه رح يكون موجود. ان شاء الله يا رب نكون احنا نقدر نعمل شيء للاطفال بالذات، لاني انا بالاخير بحاول اطعمهم صيغة حلوة عشان الناس يتقبل الموضوع، لأني للأسف فيني منك هلأ في عندك نظرة مجتمعية هذا الطفل ما بعض الأحيان عندك إن هذا الطفل ما بنتج، هذا الطفل مثلا عنده معوقات معينة، فأنا بحاول أضوي هالموضوع عليه عشان يكون إنسان فاعل بالمجتمع. تمام استاذ منتصر، قبل ما نختم مع حضرتك يعني سمعنا انه في بعد الكورس التصميم رح يكون في مثل حفل فني او عرض فني. تمام. شو صحه هذا الموضوع؟ ايمت رح يكون وشو رح يضمن؟ تمام هلا هو الموضوع بعد ما نخلص احنا الكورس التصميم رح يدخلوا على المعمل يقصوا يضبطوا التيشيرتات يضبطوا اللبس تبعهم، رح يصير بفيليه يصير كمان حفل فني يعرضوا منتجاتهم هن عشان الناس تشوف ايش عم يساووا، طبعا بالاضافه الى وجود مثلا فقرات فنيه للاطفال، حفل صغير غنائي نوعا ما، عشان حسسهم بالفرحه وحسسهم ان هن اشخاص عم ينتجوا عشان بالاخير ياخذوا شيء حلو. طبعا في كمان بالاخير احلى عارضه اشتغلت على الموضوع عليه بالذات، في تكريم لهم، يعني ما في احلى من انك تزرعي هذا الفرحة بقلوبهم، لأنه أنت بترعيها بطريقة إيجابية. صحيح. هي الكارما هي خلينا نسميها إن هدول أشخاص عندهم إدراك، فأنت كل ما زرعتي كل ما أخذتي أكثر وأكثر. يعطيك ألف عافية، يمكن هي الفرحة وهي اللمعة بعيون هي الأطفال اللي بتمنحكم الشغف والاستمرارية رغم الظروف الصعبة اللي عم تمروا فيها واللي عم يمر فيها الكل. كلمة أخيرة سيد منتصر بتحب توجهها لكل الشباب اللي معكم، نحن بنعرف إنه أنتم مبادرة أهلية تطوعية عم تحاولوا تستثمروا يمكن جميع الطاقات الموجودة عندكم لتشتغلوا أبسط الأشياء للناس إن كانوا أهم، يعني أي مبادرة أو أي فعالية عم تحاولوا تكونوا موجودين فيها، أي فعليا مناسبة عم تحاولوا تكونوا موجودين فيها، مرينا بظروف وكوارث كتير كنتوا موجودين على الأرض، فتحية لكم ولكل الشباب اللي عم يشتغل معكم. كلمة أخيرة للكل إذا حابب توجهها. كلمة أخيرة بقول أي حدا عنده قدرة أو عنده مشروع صغير ما يوقف عنده يشتغل. المشروع بلش فكرة صغيرة، احنا بلشنا بهاشتاج شهير جفير، هلا حاليا اشتغلنا بكثير امور، كثير فعاليات، كثير شغلات حلوه، اي حدا عنده قدره يشتغل، ونحن الدار مفتوح لكل المتطوعين، اي حدا عنده امكانيه سواء بدنيه او صحيه او اي شيء احنا جاهزين. في شغله اضافه صغيره رح اقول لك اياها، احنا هلا حاليا نعمل شيء اسمه حمله لموضوع الدواء، نعطي دواء لاي حدا محتاج. هذه الادويه المزمنه لناس بيحاسوا صراحة بالضغط أدوية قلب إلى آخره، فنحن هلا حاليا نعمل حملة مع فريقنا عشان توزيع الأدوية لأي حدا محتاج، دق الباب علينا بقول أهلا وسهلا. أكيد لأني هلا بالخير. أكيد شكرا كثير لك استاذ منتصر، وشكرا على المبادره المهمه لاطفال ذوي الهمم، قد ايه مهم نحن فعلا ندمجهم اكثر بالمجتمع، لانه صحيح عندهم نقص ببعض المواضيع لكن ايضا هنن اطفال موهوبين عندهم نشاطات كثير عديده. بدنا نشكرك، شكرا لك. اما نحن مكملين بمشوارنا الصباحي نور. الله يعطيه العافيه للاستاذ منتصر، وتحيه له ولكل الشباب، واكيد كاميرا الاخباريه السوريه رح تكون مترافقه معهم لفعليا نشوف نهايه العرض والفعاليه كيف رح يكون مع الاطفال.
بعض. مشاهدينا خلونا ننتقل مباشرة لفقرتنا الثقافية، نتعرف من خلالها على أنشطة اتحاد الناشرين السوريين والتحضيرات لمعرض الكتاب السوري وطبيعة المشاركة وأهمية هذا الحدث على الساحة الثقافية والعديد من الأسئلة. رح يخبرنا عنها ضيفنا لليوم رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم حافظ. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين واللي متابعين معنا اليوم بهذا الصباح الجميل اللي خليني أقول مثل ما قلتي مفعم بالأمل إن شاء الله وبالنشاط الثقافي المتميز. يعني دائما الكتاب هو بوابة ثقافية أساسية وأولى لكل المجتمعات العالمية والإنسانية، والمجتمع السوري هو منهم، ونحن عم نحاول بمعرضنا للكتاب السوري أن نعيد هذا الألق، نعيد القراءة إلى مسارها الصحيح، نعيد التوجه إلى الكتاب بشكله الأمثل. خلينا بالبداية نحكي عن أهمية هذا الحدث والتحضيرات لمعرض الكتاب السوري، ودائما لنا وقفة معك أستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين لنحكي عن أهمية الكتاب. يعني فعليا في ظل الأزمات اللي عم نتعرض لها أنتم ما وقفتوا نشاط ومستمرين مثل ما قلت بداية حديثك لإنعاش حالة القراءة وأهمية الكتاب اليوم، فخلينا نحكي عن أهمية هذا الحدث. الحدث أهميته تكمن في ظل ظروف صعبة اقتصادية ومعقدة، في ظل ظروف أزمات عم تمر فيها بلدنا. نحن اليوم كثير من الناس بتسأل أنه يا ترى في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة هل هو من اللائق أو من المناسب أنه نحن نساوي معارض للكتاب؟ هل هو هذا الحل الأنجح والأنجع لأنه نحن نشتغل على موضوع القراءة؟ بالحقيقة القراءة هي المادة الأساسية الأولى لخليني أقول خروج المجتمع إلى الوضع الطبيعي والأساسيات اللي نحن لازم ننطلق منها من القراءة. واليوم نحن عم نقول معرض للكتاب السوري هو دعم في الأساس المعرض للناشر السوري لإظهار ما أنتجه هذا الناشر وما قام به في نشاطات ثقافية ومعرفية في الوطن العربي. حننقل هذا الموضوع للقارئ السوري، حيكون في عنا لدعم القراءة في سوريا من خلال هذا المعرض حسومات جدا كبيرة، حيكون في له أهمية كبيرة بهذا التفاعل الثقافي ما بين القارئ وما بين الناشر وما بين المصمم وما بين الكاتب. إعادة الروح، روح المعرفة، روح القراءة. أهمية القراءة تكمن لا تقل أهمية عن أهمية الغذاء، عن أهمية اللباس. لذلك كانت رؤية السيدة وزيرة الثقافة على أنه إقامة هذا المعرض رغم الظروف الاقتصادية اللي عم تمر فيها بلدنا، حنحاول كلياتنا نقدم كتاب خليني أسمي لك إياه بسعر متوازن، يكون ضمن إمكانيات تماما، ضمن إمكانيات قارئنا، ضمن إمكانيات مجتمعنا. طبعا حقلكم شوي بعض التفاصيل، عدد المشاركين تجاوز 60 ناشر سوري، وهالسنة في عنا بادرة جديدة حننزل الكتاب العربي. يعني مو حيكون بس الكتاب السوري، حننزل ضمن وكالات الناشرين السوريين حيجيبوها لكتاب عربي، بحيث انه يكون هذا الكتاب العربي ايضا موجود تحت مظلة معرض الكتاب السوري، وهذه لأول مرة بتصير. طبعا نحن اليوم هدفنا تنشيط القراءة وهدفنا تنشيط الثقافة. طبعا المعرض حيبدأ بأربعة عشرة إلى 14 عشرة، يعني مدته 10 أيام. حيترافق بالمعرض نشاطات ثقافية متعددة تلبي جميع احتياجات المجتمع. حيكون المعرض مفتوح من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 9 مساء.
حيكون معرض له أهمية، أنا فيني أعتبره أهمية قصوى للكاتب السوري، بحيث أن يكون في عنا مثل ما كنا السنة الماضية حفلات من التوقيع بشكل مستمر. حنركز بشكل كتير كبير على الكتاب الشباب، لأنه شعاره كان كتير حلو هذا العام، ونحن لأول سنة بنقول أنه نحن الشعار سيستمر بشكل دائم، اقرأ لنرتقي. وهذا كلمة اقرأ لنرتقي، أهمية الارتقاء المجتمع من خلال القراءة ومن خلال الكتاب ومن خلال الواقع الثقافي، هاي رؤيتنا نحن اليوم كاتحاد ناشرين، وشاركتنا بهذه الرؤية إدارة معرض مكتبة الأسد، مشكورة على الجهود اللي عم تنزلها، كمان السيدة وزيرة الثقافة لها دور كتير كبير بحيث أن تذلل الصعاب اللي حتواجه المعرض، إن كان على صعيد الناشر من حيث خفضنا تكاليف الإنشاء والبناء، تخفيض تكاليف الإنشاء والبناء حيساهم في تخفيض سعر الكتاب. يعني نحن اليوم بجوز تتفاجئي ربما في سعر كتاب سوري اليوم بهذا المعرض ب 10,000 و 15,000 و 20,000، وهذا الكتاب نفسه ربما عم ينباع بالدول العربية ب 100,000 وربما أكثر. إذا نحن حنحاول بدنا حصومات أكبر، نعمل يعني نعمل نعمل يعني فعليا أصحاب الدخل المحدود حتى 20 و25 مبلغ كبير بالنسبة لإيبو. برافو عليكي. ونحن سابقا نحن استضفناك، نعم، ودائما بنحكي عن هي الجزئية، تقديم التسهيلات والتخفيضات، نعم، الكبيرة. يعني بالمعرض السابق كان في كتب ب 2000 و 3000، نحن بنعرف، نعم، فرق العملة وكيف صار في ارتفاع وغلاء بالأسعار، بس فعليا اليوم كل الأسر اليوم يعني صورنا السنة الماضية كانت الأهالي عم يجوا مع أولادهم، في ناس عندهم ولدين ثلاثة، بما يخص الأطفال والقصص كان في أسعار رمزية يعني حتى أقل من التكلفة ونحن بشكل خاص. ونحن هذا العام كمان بنفس الموضوع حتكون الأسعار أقل من التكلفة. حنفاجئك بكتاب عربي، أنا عم بقصد ب15 و20 ألف، حنفاجئك أيضا بكتاب سوري موجود 5,000 و4,000. حيكون في عنا رؤية كتير مهمة، نحن ما حننطلق أبدا بالنسبة للأسعار على فكرة التكاليف. يعني نحن لا ننظر الآن بهذا المعرض أنه نحن التكاليف الكتاب رقم، نفترض الكتاب اللي بيكلف 10,000 مفترض جدليا نحن نبيعه ب 12 أو ب 15، لا، اللي بيكلف 10 ربما ينباع ب6 وربما ينباع ب7. هذا دور اتحاد الناشرين، هذا دورنا نحن اليوم، دورنا في بناء هذا المجتمع، دورنا المؤسس والمؤثر في تأسيس ثقافة واعية عند المجتمع، لأنه القراءة بصراحة هي الرافد الأساسي لبناء المجتمع. اليوم احنا بدنا نبني مجتمعنا، ما بدنا نبني فقط في العمران وفي السيارات وفي الأبنية وفي الشوارع، لا، بدنا نبني بناء الإنسان، والإنسان هو غايتنا وهو غاية الحياة. لذلك احنا اليوم بوقت منقول السبب الرئيسي لهذا المعرض إيصال هذا الكتاب إلى القارئ بأسهل الطرق، صحيح، وأيسرها، وخليني أقول كلمة هيك شعبية شوي، وأرخصها، بحيث أنه نحن نرجع نشوف الأسرة السورية كلها مثل ما قالت الأنسة، أولاد وبنات وصبايا وشباب كلها عم يحاول يشتري هذا الكتاب. ونحن السنة الماضية إذا تذكري كتير حفلات توقيع سويناها، وزعنا الكتاب مجانا، وحنعاود هذا العام، حنعاود بحيث أن يكون الكتاب هو خليني يسميه بوابتنا للخروج من هذه الأزمة. اليوم في عنا كتير مشاكل اقتصادية موجودة، وكل الأسر عم تحس فيها، وكلاتنا عم نحس فيها، لكن نحن اليوم كناشرين ككتاب كمثقفين هدفنا دفع العملية القرائية من خلال تخفيض سعر الكتاب، من خلال إيجاد الكتاب الجيد. وأنا بدي أكد على أنه نحن إيجاد الكتاب الجيد. اليوم دور النشر السورية دائما رفع شعار، والشعار هو الأهم، محتوى الكتاب الجيد. يعني نحن كتابنا كتاب جيد، وبتقلك كل الكتب اللي ستكون معروضة لا خوف عليها على الأسرة السورية، كل الكتب المعروضة حتكون هي بمتناول الجميع ثقافيا. يعني ما عندنا نحن اليوم كتاب
هدام، ما عندنا كتاب لا يليق بمجتمعنا، كل كتبنا تدعو إلى الأخلاق وتدعو إلى الوطنية وتدعو إلى محبة الناس وتدعو إلى التسامح وتدعو إلى السلام. هذا نحن يلي نحن بدنا نقول نقرأ لنرتقي، هذا شعار مهم ولازم نحن بصراحة نتساعد. وأنا بطالب الآن من خلال بوابتكم الظريفة واللطيفة رجال الأعمال أن يكون مساعدة في دعم هذا المعرض من خلال إن كان من خلال إعلاناتها بهذا المعرض، إن كان من خلال ربما أن تشتري بعض الكتب وتقدمها مجانا إلى الداخلين. هذا نحن اليوم مجتمعنا مجتمع متعاون متكافل، نحن اليوم كلنا بحاجة أن نتساعد ونكون يدا بيد لبناء مجتمع ثقافي، مجتمع فعلا متحضر، مجتمع أن تكون القراءة هي الرافد الأول، وأن تكون القراءة بصراحة هي الرؤية اللي نحن نشوف إنه من خلال القراءة نخرج من هذه الأزمة، من يعني خلال الكتاب، من خلال الثقافة. لذلك ربنا عز وجل دائما بكتابه العزيز أول ما قال وأمرنا بكلمة اقرأ، وكلياتنا يجب أن نتساعد، وأنتم كعلميين بدنا نتساعد نقول احنا دائما معكم، هلا دوركم، احنا دائما مرافقينكم بكافه نشاطاتكم، وفعليا حتى بمعرض الكتاب رح نكونوا دائما على مدار فعليا السنوات كنا معكم شريك ورح نبقى. ونحن دائما نعتز بهذه الشراكه الاعلاميه اللي عم تكون ما بين اتحاد الناشرين وما بين الاعلام السوري ككل والاخباريه السوريه بشكل خاص، لها دور كثير مهم معنا في الرسائل اليوميه ومعنا ايضا في الاضاءه على الكتاب. انا بتمنى كمان هالسنه يكون في عندكم شيء نسميه رسائل يوميه، رسائل ثقافيه تسلط الضوء على بعض الكتب الجديده السوريه، يلي انا بدي لكم وبدي اقول نحن هدول الناشرين الابطال يلي عم يشتغلوا ويعززوا هذه الثقافه القراءه اللي مجتمعنا كلته بحاجه الها، بحاجه ايضا لاضاءه اكثر وبحاجه الى اعلام اكثر واعلان، وبحيث انه نحن ان يكون معرض الكتاب السوري هو معرض لكل مواطن سوري. أستاذ هيثم، خلينا نوضح بمقابلة سابقة مع حضرتك ذكرنا أنه يمكن رح يتم تبني شباب عندهم أفكار عندهم مواهب للقراءة والكتابة والرواية، خلينا نوضح هل فعلا تم تبني هدول الشباب؟ تمام، نحن اليوم عم دائما عم نقول وعم نأكد على أنه نحن الشباب يجب أن يكون في عنا سميتها دائما صناعة كاتب. صناعة كاتب يجب أن نتساعد جميعنا في صناعة وإظهار كتاب سوريين جدد شباب أعمارهم ربما على فكرة بال15 وبال18 وبال20 وتشوفيهم عم يوقعوا كتب. كان في عندي أنا بالدار تبعي السنة الماضية 5 من هدول في دور نشر تاني كمان عندها اتحاد الكتاب العرب عم يساعد كمان بإبراز هدول الكتاب الجدد، لأنه بناء البلد، بناء الوطن الجديد، بناء الرؤية الاقتصادية الجديدة الناجحة تحتاج إلى كل الأيادي وأيادي المثقفين والكتاب والقراء. يعني اتحاد الناشرين السوريين فعليا كان له دور كبير وما زال مستمر ضمن الإمكانيات الموجودة فعليا والظروف. إن شاء الله بالمحطات القادمة نستضيفك ونستضيف الشباب اللي تم تبنيهم لأن حكينا عنهم سابقا. بالختام بدنا نشكرك، أكيد نتمنى لكم التوفيق. أنا بشكرك وبشكر هذه الاهتمام الكبير لاتحاد الناشرين والناشرين، وبدي لكم هذا اتحاد الناشرين هو لكل سوريا، لكل المجتمع السوري اللي هدفه دائما تعزيز دور القراءة في المجتمع، وخاصة نحن اليوم عم نشوف طلابنا بمدارسنا وبمعاهدنا وبجامعاتنا قديش عم يعززوا قيمة العلم والمعرفة، ونحن كلنا بدنا نتساعد معهم إن كان كاتحاد ناشرين، إن كان كقراء، إن كان كمثقفين، إن كان كمان كأسر. وأنا بدي ركز على موضوع الأسرة. الأسرة يجب أن تكون بناءها بناء ثقافي اجتماعي، بناء ثقافي قرائي أكيد ومعرفي. أكيد. والختام نرجع منأكد على كلامك، نقرأ لنرتقي. بدنا نتشكر كتير وجودك معنا لليوم، نورت صباحنا. شكرا لكم وشكرا للجمهور يلي بده يشوفه، بدنا نشوفه ويشوفنا
في معرض الكتاب. موفقين لهون. هايدي مع عالم الفكر والثقافة بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، والتقانا بكرة على الشاشة الإخبارية بنفس التوقيت من هلأ لبكرة. تبقوا بألف خير، ضلوا بخير، باي باي. باي باي.